نروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان رئيس القناه الاهلي هناك في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يقول لنا كل التفاصيل الخاصه بالافتتاح النهارده ومين الحضور حتى الان في مقر النادي بالجزيره. شريف مساء الفل عليك، قول لنا كل الاخبار اللي عندك هناك. نور عليك زميل امير، تحياتي لحضرتك، تحياتي طبعا استاذنا الكبير استاذ عصام شلتوت ونجم مصر طبعا الكابتن خالد فاضل نجم الكاراتيه، واهلا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن اي عائله النادي الاهلي الافتتاحات تتوالى في النادي الاهلي فرع الجزيره كما وعد مجلس الاداره. الانجاز تلو الانجاز، الانجاز تلو الانجاز، النهارده انجاز جديد بيضاف الى انجازات مجلس الاداره والنادي الاهلي بصفه عامه، صاله جديده للكاراتيه. يمكن لعبه الكاراتيه يمكن بيمارسها في النادي الاهلي حوالي 3000 لاعب، النهارده على موعد جديد مع افتتاح صاله تدريبيه على اعلى مستوى، يمكن تجهيزات صاله مكيفه بالكامل، مكان للاعضاء عشان يتفرجوا على اولادهم، يمكن بساط ولا اروع ولا اجمل، اضاءه LED على احدث مستوى. يمكن مجلس الاداره طالما قال هنعمل بيعمل حاجه على احدث مستوى تواكب العصر اللي يمكن الدولي، يمكن تطور الدولي اللي بيحصل في العالم كله. يمكن الافتتاح كمان قليل، يمكن الساعه 6 مساء طبعا بحضور رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وهيكون موجود طبعا معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وهيكون موجود ايضا يمكن الوزير محافظ القاهره. يمكن الكل في انتظار هذا الافتتاح العظيم، الكل في انتظار موعد جديد هيكون في 6 مساء، انجاز جديد بيضاف الى عائله النادي الاهلي، صاله كاراتيه على احدث مستوى، صاله كاراتيه تليق بعضو النادي الاهلي. طيب شريف خليني أسألك سريعا، هل في حضور دلوقتي من أعضاء مجلس الإدارة في النادي الأهلي ولا لسه كله هيجي أو هيتوافد فيما يقرب طبعا من الساعة 6؟ لا طبعا هو لحد الآن ما فيش، يعني الأعضاء متواجدين، يعني مجلس الإدارة متواجدين، وأنا داخل الكابتن خطيب طبعا، شفت الدكتور مهند مجدي طبعا بطل مصر والكاراتيه، بس لسه ما تواجدوش عند الصاله هنا، بس المتواجدين الاعضاء اللي خلفي، ويمكن الصاله يمكن بيمارس فيها بعض اعضاء النادي الاهلي ابطال مصر. تمام، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا طبعا شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.